اهلا وسهلا بيكم وجاست فور فان، تعالوا نخبي كلام مكتوب جوه ملف صوت. الفكره ببساطه، انا فتحت الرسام العادي خالص، خليت الخلفيه لونها اسود لان اللون الاسود هو السايلنت، هو اللون الصامت في الصوت. وكتبت الرساله انا عايز اكتبها، اي لاف يو ميت مي اندر ذا بريدج، اي رساله انا عايز اكتبها كده. انا عندي كلام على خلفيه سوداء، يعني عندي صوت على سايلنت باك جراوند. تعالوا نعمل سيف از للخلفيه دي، للصوره دي، بس اي حاجه غير بي ان جي، وليكن جي بي جي مثلا، وتعالوا نسميها اي اس بي. تمام. طيب انا عشان احول الصوره دي لصوت انا محتاج برنامج اسمه توجلي، وهو برنامج فري ومش بيعوز انستول، مجرد بس ما بتعمله اكستراكت وتشغله بيشتغل. تعالوا نجيب الصوره اسمها اي لاف اهي، وتعالوا نقول لو سمحت حاول تقرا الصوره دي من ساوند ريندر ايمج. زي ما انتم شايفين اللون الاسود سايلنت، وبعدين اي حاجه غير الاسود بيحاول يحولها لصوت. طيب خلاص، فايل سيف ساوند از، اوكي اي لاف. انا قافل كوجلي دلوقتي. انا عندي هنا ملف صوت اسمه اي لاف، المفروض ان جواه الكتابه. ازاي بقى اقرا الكلام المكتوب؟ عشان اقرا الكلام انا محتاج برنامج اسمه سونيك فيجوالايزر، وهو برضه فري. انا هعمل فايل اوبن، هفتح ملف اللي اسمه اي لاف. زي ما انتم شايفين صمت، صوت صمت، يعني لما اشغله. طيب هشوف الكلام اللي مكتوب ازاي. من لاير هضيف لاير نوعها سبيكتوجرام، هغير الكالر وايت اون بلاك، من فيو هعمل زوم. زي ما انتم شايفين الى حد ما باينه اهي I love you، يعني مش باينه قوي، بس طبعا تقدر تقعد تظبط فيها لغايه ما تبان بشكل كويس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.